مرة مدينة ضخمة محتاجة إلى فتح دائرة جوازات، لأن المراجعين اللي يريد يفتح جواز اللي يريد يسوي جواز له يروح التكريت له البلد، فمدينته أولى فتح مقر الجوازات بسامرة، أسوتين بباقي الأقضية نطالب بفتح دائرة للجوازات في مدينة سامرة. أنا طالب جوازات بسامرة، أريد إيش وقت يشتغلوها ما أعرف، يعني هاي هي تبيني عليهم. ليش بسامرة ماكو؟ ليش بتكريت وبلد موجودة؟ وليش بسامرة ماكو؟ موضوع الجوازات احنا هاي الربابة جاي نسمع بها صار شهرين سنتين مدري اكثر، كل ما تريد واحد يريد ينتخب لو واحد يريد يسوي شيء طلعوا لك الخبر فلان استاذ فلان تحرك على الجوازات، اليوم زاروا الدائرة، اليوم راح يجيبون الجهاز، وهاي كله تسويف بتسويف وضحك على الدقون.